يحرم على الصائم فعل كل محرم وقول كل محرم. Ni haram kirazira kuko uyu Islam wasije gukora ibikorwa kitemewe cyangwa kuvuga amagambo. يعني فعل كل محرم مثلا ينظر الى النساء. Ati gukora ibikorwa kitemewe urugero yatanze rwo kureba abagore mugihe nta mpamvu. Yasma ila al-aghani. Kumva imiziki. Ila al-raqs. Kujya gucheza. Kadhalik يعني قول كل محرم يعني لا يتكلم بكلام يعني بذيء بالشتم. نعم اذا المسلم يحافظ على صيامه. ماذا كان يصنع الصحابة رضوان الله عليهم حتى يحافظوا على الصيام؟ الصحابة صلى الله عليه وسلم بعد كونه جزء يبقى في المساجد. لأن عندما تبقى في المسجد تحافظ على الصيام.